حرفيا اسهل واسرع رز. بصوا مفلفل ازاي، يلا بينا هنعمل احلى رز بابسط طريقة. نفس المعيار، هنحط معيار الرز كده في الحلة، وزيهم بالظبط نفس المعيار مية عليهم وشوية ملح، شوية زيت. والتركية بقى، هنعمل الفيديو من غير تركية، ما كل الناس بتعرف تعمل رز. هتحطي ورق لوري وتغطي الحلة وتقلبي تقليبة، هتقلب تقليبة عشان كله يبقى مع بعض. يلا هنغطي الحلة على نار هادية من أولها، تحطي حلتك وافتكريها بعد تلت ساعة.